السلام عليكم ورحمة الله. نواصل الحديث حول الحساسية. لا بد من ترك الأسباب التي تؤدي إلى الحساسية. لا بد من ترك المواد المصنعة والمثلاجات والحلويات والمشروبات الغازية والأجبان والنقانق والمعلبات. كذلك لا بد من القيام بالحركة. لا بد من ترك هذه الأشياء، لأن ترك الأسباب الحساسية هو العلاج. كذلك على المصاب بالحساسية ألا يشتروا أشياء جاهزة من السوق، فمن الأحسن أن تشترى الأشياء هكذا. مثلا أن يشتروا توابل، إذا أرادوا أن يشتروا توابل فليشتروها هكذا، ثم تطحن ثم تغسل وتيبس وتطحن في المنزل. كذلك من أراد أن يشتري قسط هندي فيؤخذ هكذا ويشترى هكذا ثم يغسل ويطحن في المنزل، وألا يتناولوا أشياء خارج البيت. حتى إذا دعاهم أحد للطعام فأن يخبروه بأن لديهم تحسس مثلا من الأشياء التي تحدث لهم حساسية، إن كانت أغذية أو أشياء، فليخبروا هذا الشخص بأن لديهم مثلا تحسس للكركم، ولديهم تحسس للسمك أو للكرفس أو للوز أو للجوز، فأن ينتبهوا لهذه الأشياء، وألا يتناولوا أشياء خارج المنزل، ألا يتناولوا أكل الشارع. كذلك هناك نساء لديهن الصدفية وهم يعتقدون أنها إكزيما عادية، فالصدفية مرض مناعي لا علاقة له بالحساسية، ويجب أن يتم التشخيص بتدقيق. فإذا كانت الإكزيما ناتجة عن الحساسية فليتبع الناس الأشياء التي تكلمنا عنها من ترك الأسباب والأشياء التي تساعد. فإذا كانت صدفية فتكلمنا عن الصدفية، أن يراجعوا شريط الصدفية أو الحلقة التي تكلمنا فيها عن الصدفية. والصدفية تعالج من الداخل. هناك من تستعمل مراهم، وهذه المراهم فيها كورتيكويدات وتشكل خطر على الجلد، فعند استعمال هذه المراهم فتختفي الطفائح لكن تعود بعد مدة. مع كثرة استعمال المراهم فالمناعة للجسم ستموت، المناعة المحلية للجلد ستموت، ولن يفيد هذا الكورتيكويد في شيء، فأن ينتبه الناس لهذه الأشياء. كذلك هناك من يريد أن يعمل تشخيص حساسية الأغذية عبر الدم، فهناك تحليلة تعمل، فمن أراد أن يعمل تحليلة للتحسس من الأغذية فلا بد أن يعيش مدة طويلة على نظام طبيعي ليس فيه بروتينات حيوانية وليس فيه مواد مصنعة، فلا بد من هذه الأشياء. كذلك الفصيل الدموي O فهو يتحسس من كثير من الأغذية التي لا يتحسس منها الفواصل الدموية الأخرى، والتي هي الـ A والـ AB. الفصيل الدموي O ليس لديه مولد، لديه صفر مولد، ليس لديه مولدات على الكريات الحمراء، على الكريات الدموية الحمراء. فإذا تناول الناس أشياء خارج موسمها كذلك، أو أشياء مغيرة وراثيا، أو إذا انتقلوا من مواد الصيف إلى مواد الخريف فيكون لهم تحسس، فأن ينتبهوا أصحاب الحساسية لهذه العوامل. هناك عوامل كذلك، منها عامل التغيير الوراثي لجميع المنتوجات، وهذا العامل هو القاتل بالنسبة للحساسية. العامل الثاني كذلك هو خروج المنتوجات عن موسمها، فالناس يشاهدون الطماطم والبطاطس أنها توجد في على طول السنة، وهذه الأشياء الموجودة فهي مغيرة وراثيا، وهي تستعمل فيها أساليب الإنتاج، أساليب فيها أشياء كيماوية تضر خاصة أصحاب الحساسية، فإن يجب على الأشياء. كذلك الناس يرون اللفت والجزر والبروكولي، كثير من الخضر التي يشاهدون الناس توجد على طول السنة، فيجب أن تحترم الدورة الحياتية للمنتوجات. إذا لم تحترم تظهر في هذه المنتوجات وترتفع فيها الألرجينات، فأن ينتبه الناس لهذه الأشياء. كذلك أن ينتبهوا للأشياء التي فيها مضافات غذائية، كذلك فهي تؤثر على أصحاب الحساسية. فالحساسية لها علاقة بفصيلة الدم، لا يمكن أن نتكلم عن الحساسية بدون معرفة فصيلة الدم، لأن الحساسية تتفاعل مع الأشياء الموجودة على الكريات الدموية
لا يمكن للشخص أن يعيش بسلام دون معرفة فصيلة الدم. فمثلا فصيلة الدم أو ليس لديه مولد، الأو تعني صفر ليس لديه مولد، والآ لديه مولد واحد على الكريات الدموية الحمراء، البي كذلك عنده مولد، والإي بي لديه مولدان، مولد الآ مولد البي، وهو الفئة الدموية المعقدة، وهو بنسبة ضئيلة في العالم، هو بنسبة ضئيلة في العالم. فالأمازيغ والدول الإفريقية عندهم الفصيل الدموي أو بكثرة، والآ يتماشى مع اللون الأصفر، والأو يتماشى مع اللون الداكن، والإي بي مع اللون العين الأزرق والأبيض. ففصيلة الدم أو مع فصيلة الدم آ هما يتقاطعان، فالأو لحم والآ نباتي، الأو لديه غدة درقية ضعيفة ومعدة قوية، والآ العكس عنده غدة درقية قوية ومعدة ضعيفة. البي يشبه الآ، والإي بي هو فئة الحضارة، يقاوم التلوث والغازات، الأو لا يحب الحضارة ولا يقدر على الحضارة، الأو قد يتعفن بسهولة، الأمراض الجرثومية والفيروسية قد تصيب الأو بسهولة. فالإي بي عنده مناعة مقاومة لهذه الأمراض شيئا ما. كذلك أن ينتبهوا الفواصل الدموية للليكتين، فالليكتينات كذلك تسبب حساسية داخلية. ففصيلة الدم أو كما قلنا هي لديها نظام غذائي، يجب أن تراعي النظام الغذائي. فهناك مواد غذائية تحتوي على مكونات تزعج الأو، وهناك من تزعج البي، هناك أشياء غذائية كذلك تزعج البي والأ وتزعج كذلك الأي بي. فصيلة الدم أو يجب أو يحب الطبيعة ويحب الفضاء الواسع، الصحاري والجبال، يحب أن يعيش في الصحاري والجبال والبحار، ولا يحب أن يبقى محبوسا، ولا يحب المنزل الضيق، ولا يحب المدينة. الأو إذا جاء إلى المدينة مع تقدم السن يصاب بالقلب والشرايين وارتفاع الضغط وتضخم البروستاتا، هذه الأعراض ستظهر عليه لا محال. الأو إنسان بدائي صياد يعيش على اللحوم، يتعرض للبرد والشمس، يقدر على الجوع ويقدر على الأعمال الشاقة، يقدر على حمل الأثقال، هو يصبر على التعب ولا يحب الانتظار، فهو قلق، هو عاطفي جدا، يبكي بسهولة ويصبر على الألم، لا يقبل المنكر، فيجب أن يتمشى وأن يقوم بحركة. كذلك الأو يحب السباحة ودمه خفيف. الأو لا يمكن أن يصاب الأو بارتفاع الضغط والشرايين، لا يمكن أن يصاب الأو بارتفاع الضغط والقلب والشرايين. فإذا أصيب بارتفاع الضغط والقلب والشرايين فالسبب أن نظامه الغذائي غير صحيح، لننتبه لهذه الأشياء. فإما أنه لا يتحرك، فإذا كان لا يتحرك يصاب بجميع الأمراض، يجب أن يتمشى أكثر من 5 كيلو في اليوم بدون حركة، يزداد كذلك الوزن عند أو ويتشحم، كذلك تتضخم البروستاتا، يصاب بأمراض القلب والشرايين والمعدة لما يتحرك ولما لا يتعب. فكذلك لما لا يعمل هذه عوامل مهمة، كذلك لما لا يقوم بأي عمل، فهذه الأشياء تؤثر على فصيلة الدم أو. فصيل الدم أو يطيق أكثر من قوته لأنه يحتاج أكسجين بكثرة، فلما يتحرك يدخل أكسجين، عضلاته تستقلب الدهون لأن فصيلة الدم أو لحم، فبدون حركة يصاب بإمساك. كذلك يجب أن يشرب ماء بكثرة وأن يستنشق كما قلنا الأكسجين بكثرة، وهو يصبر على الجوع، هو يقهر لما يتناول مواد قوية ولا يتحرك، فلما يأكل لحوم ولا يتحرك يتحرج ويصيبه الحرج. فيجب ألا يكون لديه ارتفاع الضغط كما قلنا، ويجب ألا يصاب بأمراض القلب والشرايين وتضخم البروستاتا والزيادة في الوزن.
فإذا كان لديه هذه الأعراض فهو لا يتحرك، تنقصه الحركة، فالدورة الدموية يجب أن تسخن بالأكسجين، فيجب كذلك أن تكون اللحوم التي يتناولها فصل الدم أو أن تكون لحوم جيدة، لحوم طبيعية، لحوم مسلوحة أو دجاج بري فجيد. الأو كذلك يحب الدجاج البري ويحب لحم الصيد، فلحوم الصيد إذا تناولها الفواصل الدموية الأخرى الأ والبي فهي تحدث له نقرس، الأو لا تحدث له شيء. ثم لحم الإبل فهو جيد لفصل الدم أو، ولحوم العلف لا يحبها، لحوم العلف والدواجن المزارع فهي تقضي على فصيلة الدم أو لا يقدر عليها. الأو لديه معدة قوية فولاذية وغدة درقية ضعيفة جدا تتأثر بسرعة، هو يقدر على هضم اللحوم فقط ولا يقدر على هضم البقوليات، هو لا يقدر على هضم البقوليات ولا الحليب. الأو لديه أعداء في التغذية وهي البقوليات والحليب، أما اللبن، لبن الخض البلدي الطبيعي فجيد، جيد لفصل الدم أو. حليب الإبل كذلك جيد، هو لا يقدر على الأجبان. البي كذلك لديه مولد الجالاكتوز، لذا الحليب لا يسبب له أي خطر. الأو لا يقدر على فاكهة الأفوكادو تسبب له انزعاج خطير، لا يقدر على بعض الخضر كذلك مثل الكرنب والباذنجان، فهذه الأشياء تسبب حساسية له كذلك لأنها من الباذنجانيات، وهي الطماطم والبطاطس والفلفل والباذنجان. كذلك لديه حساسية بسيطة للحوامض، للبرتقال ممكن أن لكن ممكن أن يستهلك البرتقال لكن ليس على شكل عصير. هو كذلك فاصل الفواكه بامتياز، الأو فاصل الفواكه بامتياز إلا فاكهة كما قلنا الأفوكادو فهي تحدث له انزعاج. كل فواكه ليس لديه فيها مشكل. الأو يحب العنب والتين، هو فاصل التين والتفاح والتين الشوكي، كما قلنا أن تكون هذه الأشياء تستهلك على شكل فاكهة وليس على شكل عصير. بالنسبة للحبوب فحبوب الكتان لا تضر فصيلة الدم أو، السمسم يحدث تحسس لفصيلة الدم أو، كذلك هو لا يحب التوابل، فالقرفة تسبب له انزعاج كبير. الزنجبيل جيد، والخولنجان كذلك جيد لفصل الدم أو، والخولنجان أحسن من الزنجبيل بالنسبة لفصيلة الدم أو فهو قوي. الجوز الهندي لا يقدر عليه فصل الدم أو، كذلك زيت الزيتون فهو جيد للأو، زيت الزيتون فهو جيد لفصيلة الدم أو. الزيوت الأخرى والزيوت المهدرجة فهي لا يقدر عليها، فهذه الزيوت المغيرة لا يقدر عليها أو. كذلك القمح قد يسبب له انزعاج. الشعير لا، فالشعير جيد أن يستهلك شعير بدل القمح. فالذرة لا تسبب له شيء، الذرة جيدة أن تكون الذرة البلدية وليس الذرة المغيرة وراثيا. الرز كذلك جيد، والشاعر كما قلنا في حدود، لأن كذلك الشاعر فيه شيئا من الجليتين، شيء من الجليتين، فإذا كان القولون مريض عند فصيلة الدم أو فهذا الجليتين سيحدث له تحسس. البقوليات لا يقبلها أو، فأو كذلك يحب لحم غنم، فلحم الغنم جيد أن تكون كما قلنا لحوم مسروحة ولحوم طبيعية وليست لحوم الهرمونات. فاللكتينات بتركيز عالي فهي تحدث الحساسية كما قلنا، الأشياء التي تكون خارج موسمها يرتفع فيها اللكتينات، وهذه اللكتينات تحدث تحسس لدى الفواصل الدموية. فالبطاطس والطماطم والباذنجان كما قلنا فيها تركيز كبير، كذلك القمح فيه تركيز مرتفع من اللكتينات، الحليب كذلك.
فيه 5 ليكتينات، وهي تحدد انزعاجات خطيرة لدى الناس. ليس المشكل في الليكتينات، فالمشكل في المعي الغليظ والجهاز الهضمي. فالجهاز الهضمي لا يقدر على الليكتينات لأن البكتيريا القولون اندثرت وتخربت بسبب المضافات الغذائية التي تقضي على البروبايوتيك. والبكتيريا الصديقة هي التي تحلل البوليفينولات وتمتص في الدم. فإذا كانت البوليفينولات منخفضة والليكتينات مرتفعة، فنعم يكون مشكل. أما إذا كان توازن فليس هناك مشكل، حتى هذه الليكتينات لا تحدث شيء، لأن الليكتينات فهي أشياء طبيعية، توجد طبيعية في المواد الغذائية، في بعض المواد الغذائية. ولما كان القولون بصحة جيدة فكان يتعامل مع هذا المشكل، كان الناس لا يحسون بتأثير هذه الليكتينات. لكن لما انتصرت البكتيريا الطبيعية فأصبح عند الناس مشكل، أصبح القولون لا يقدر على هضم هذه الأشياء. فالبوليفينولات توجد في النبات وعند الحيوان وفي منتوجات البحر. والليكتينات إذا اجتمعت ليكتينات الحيوان والحليب والنبات فتكون مركزة ويكون مشكل. ففي نظام غذائي ينقص فيه البوليفينولات، وإذا كانت مجتمعة هذه الليكتينات في نظام غذائي ينقص فيه البوليفينولات. والبوليفينولات والفلافونويدات هي المواد الدابغة التي تعطي لون للنبات. فزيت الزيتون والتفاح لما يقطع فهو يعطي لون أسود، هذه هي البوليفينولات. والمشكل في نقص البوليفينولات، هذا هو المشكل في نقص هذه البوليفينولات. فصيلة الدم أو يحب الفواكه واللحوم. النشويات كما قلنا تسبب له انزعاج، خصوصا القمح، لأن القمح كما تعلمون مغير وراثيا وفيه الجليتين، وهو يسبب مشكل لفصيلة الدم أو كثير من الفواصل يسبب لها مشكل. كذلك البقوليات لأن فيها ليكتينات مرتفعة، لذلك فالأو يأخذ السكريات والألياف من الفواكه، والبروتين والدهون يأخذها من اللحوم. لذلك فالأو بصحة يعمل بقوة، هذه الأشياء تعطي قوة وطاقة كبيرة للأو. ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله.